تحياتي واهلا وسهلا بحضراتكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. حلقتنا النهارده من اكسترا اليوم هنبداها باهم الاخبار في المحافظات، ومنها نروح لجوله مراسلي اكسترا نيوز، وكمان هنتناول مجموعه من التقارير والفقرات اللي اعدها شبكه مراسلي اكسترا نيوز في محافظات مصر المختلفه. في الفقره الرئيسيه بعد نشره السادسه ان شاء الله هنتكلم عن مشروع تطوير عواصم المحافظات في مصر وايه اخر التطورات فيها. خلونا كده نبدا الحلقه مع حضراتكم ونقول بسم الله. باقي من الزمن حوالي 43 يوم وتنطلق أهم قمة في العالم هذا العام، تستقبل مدينة شرم الشيخ المصرية ملوك ورؤساء العالم لعقد قمة المناخ يوم 7 نوفمبر اللي جاي إن شاء الله، بتستمر حتى 18 نوفمبر. بيستهدف زعماء العالم في هذه القمة إنقاذ كوكب الأرض الذي تهدده التغيرات المناخية السريعة، إن في تقلبات ممكن لا قدر الله ما يكونش العواقب الوخيمة ليها تكون سلسة تماما. أهمية قمة المناخ، إيه استعدادات مصر ليها، نتكلم فيها مع الدكتور كريم سليمان أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس. يا دكتور كريم تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. تحياتي لحضرتك يا زايا والمشاهدين الكرام. كمتخصص إزاي حضرتك بتشوف قمة المناخ اللي جاية بإذن الله في شرم الشيخ؟ قمة المناخ اللي جاية ده لقاء عالمي مهم جدا جدا للدولة المصرية وللقارة الإفريقية أجمع، وهيتم فيه زي ما تفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضح إن هو مؤتمر التنفيذ، أي هو مؤتمر المنوط بتنفيذ كل التعهدات والاتفاقيات السابقة بين الدول المتقدمة والدول النامية للشراكات لضمان استمرارية أجندة أو مكافحة ملف التغيرات المناخية. ولذلك هي قمة هامة جدا إن احنا نقدر من خلالها نتمم الاتفاقيات، ونقدر إن احنا نراجع الخطوات السابقة ونضع خطة حقيقية للخطوات القادمة بكافة التمويلات وكافة الشراكات المطلوبة مع الدول الأخرى. طب ده هيخليني أسأل حضرتك عن جهود مصر في إقامة مشروعات صديقة للبيئة يعني خلال الفترة اللي فاتت، وإزاي بتبقى مفيدة للمصريين، وممكن إزاي المواطن نفسه يقدر يساعد في فكرة إن إحنا نقلل من العواقب الوخيمة اللي هتضر بالبيئة من تغيرات المناخ. بص سيادتك يا فندم، إحنا دلوقتي بالفعل الدولة المصرية بقالها مدة شغالة على أكتر من محور، بداية من محاور الاستدامة والمشروعات التنموية الصديقة للبيئة، مرورا بالمشروعات والمبادرات الضخمه زي مشروعات الطاقه المتجدده اللي تتبناها الحكومه مع الشراكات مع القطاع الخاص، الى جانب المبادرات التي تم اطلاقها مؤخرا والتي تفيد ملف التغيرات المناخيه. بتحضر للاخضر، الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الازرق، ونهايه بحافظ على بيئتك. كل مجموع هذه المبادرات سيتم دمجه في مجموعه من الملفات لعرضها في خلال فتره المؤتمر، تمثل ملف جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية والاستعداد لتبعيات الملف نفسه. حاليا بتقوم الدولة المصرية من خلال مجموعة الوزارات الموجودة كلها بالتكاتف من أجل الحصول على ملف متكامل لكل المجهودات الماضية وخطة واضحة للفترة القادمة. من أهم هذه المجهودات اللي كانت واضحة جدا على الساحة زي التوصيات اللي أطلقها سيادة معالي رئيس الوزراء، لما أوضح أن المؤتمر القادم مؤتمر هام جدا للاقتصاديات المرجو نموها في الدول النامية، لأن من خلالها هيتم عرض المبادرات على صورة مشروعات بالفعل اتنفذت على أرض الواقع، واللي من خلالها مشروع حياة كريمة اللي بالفعل كان بيستهدف الارتقاء بالحالة الاجتماعية من خلال مشروعات تنموية صديقة للبيئة. وده كان من أهم الأنشطة اللي موجودة بالفعل على الأرض، مشابه ليها مجهودات وزارة البيئة في تفعيل القوانين والعمل على تنفيذها في المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة. حملات التوعية الكبيرة اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت واللي اتصرف عليها مبالغ كبيرة جداً كخطط تنموية لرفع درجات الوعي علشان المشاركة المجتمعية. إيه بقى المشاركة المجتمعية؟ يعني أي حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول طب أنا دوري إيه في فكرة التغيرات المناخية وإزاي أقدر إن أنا أقلل من أضرارها؟
بص يا فندم، احنا المشاركه المجتمعيه اولها كان بادئ من ان احنا نجحنا فضل من الرحمن ان احنا نخرج من اطار ان انا بعتني بمحيطي فقط الى ان انا ابدا اركز على خطط الدوله في العموم. ولذلك من ضمن المشاركات اللي بنطالب بيها ان احنا كلنا نتكاتف عليها كمواطنين في بلدنا هي ان احنا نبدا رقم واحد بترشيد استهلاك، ودي بالفعل في ايدينا كلنا نقدر نعملها. رقم اثنين ان احنا نبدا نحافظ على مفهوم اعاده التدوير بغرض ان احنا نبدا نحافظ على استهلاكنا فنرشد استهلاكنا في وانتاجنا من المخلفات، وبالتالي لما ندخل في مشروعات اعاده التدوير هنبقى كلنا فاهمينها. مفهوم الوعي، لازم نبدا ننشر ما بيننا وما بين بعضنا الوعي بمفاهيمه المختلفه، يعني ايه مبادرات، يعني ايه تحضر للاخضر، يعني ايه ابدا ان انا اتفاعل مع مجتمعي في هدف واحد. يعني مثلا زي مبادره 100 مليون شجره مثلا، فانا كمواطن ما ينفعش اروح اشوف اي شجره ومثلا واقطعها او ايا كان يعني، او ان انا استغنى عنها، فده نوع من انواع التثقيف البيئي برضه. بشكر حضرتك جدا يا استاذه ايه، هي المبادره فعلا اطلقت وهيتم استمرار ليها في الفتره القادمه، ومن المهم جدا ان انا اقطع الشجره، مهم جدا ان انا ابقى في سياق واحد وتنسيق مع كل اللي بيتعمل من انشطه. وبالتالي ان انا لما اجي حتى ادخل في مبادره ازرع شجره اكون حريص على ان انا بزرع في نمط يتناسب مع الخطه الموضوعه، ما يبقاش زراعه عشوائيه، ما يبقاش اي انواع شجر وخلاص، لا نبقى كلنا في تناسق واحد وسياق واحد. اهم ما يميز المؤتمر القادم هو ان احنا كلنا نتكاتف على خطه واضحه ومبادرات واضحه كلنا ننفذها مع بعض. هل كل دوله ليها متطلباتها الخاصه في مجهوداتها لمواجهة التغيرات المناخية؟ يعني مصر تختلف عن فرنسا عن أي دولة تانية مثلا؟ هي الاختلاف منوط بحجم الاقتصاديات اللي منوطة توفيرها علشان أقدر أكافح. يعني كدول نامية أو كدول في مراحل نمو اقتصادي معينة هيبقى مطلوب منها بعض البنود اللي عليها الالتزام بيها، الدول المتقدمة عليها بنود أخرى عليها الالتزام بها، ولكن هيجمع كل دول العالم مبدأ واحد ألا وهو إن كلنا هنتجه ناحية مجهودات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، سواء كان بإن احنا نبدأ ننقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة للدول النامية ونوطنها في الدول النامية، سواء إن احنا نبدأ ننقل استثمارات تساعد على اقتصاديات الدول النامية عشان تقدر تشارك في عملية مكافحة التغير المناخي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريم سليمان، أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس. من أهم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى رزق بلدنا بيها هو تنوع السياحة فيها، يعني هتلاقي في مصر سياحة تاريخية، هتلاقي سياحة دينية، هتلاقي سياحة علاجية، هتلاقي سياحة ترفيهية وغيره من الأنواع، وده يمكن رزق كبير لمصر، يعني بخليها يعني ليها مكانة متفردة عن أي دولة في العالم. النهارده مثلا في المنيا تم استقبال وفد سياحي متعدد الجنسيات من دول ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا عشان يزوروا المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، تعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، إزاي طبعا الوفود السياحية دي بيتم تسهيل كل الإجراءات ليهم، تهيئة الجو الملائم عشان يقدروا إن هم يستمتعوا بالمعالم الأثرية المتفردة العديدة في مصر اللي طبعا بتتمتع فيها أو بتتمتع بها المنيا طبعا كجزء يعني من الرؤية الكاملة والشاملة والصورة الشاملة لمصر في معظم محافظاتها في صعيد مصر. المنيا بتضم العديد من المناطق الأثرية، المعالم السياحية المهمة اللي منها مثلا منطقة بني حسن بمركز أبو قرقاس، منطقة تل العمرنة بمركز دير أمواس، منطقتي الأشمونين وتونة الجبل بمركز ملاوي، ودير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز صملوط، ومنطقة شهداء البهنسة بمركز بني مزار.
في جولة مراسلينا النهاردة هنروح لزميلي أحمد الأفيوني عشان يكلمنا أكتر عن إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادي عشان تعمل تأهيل للشباب والخريجين وتربطهم بشكل مباشر بسوق العمل. أحمد تحياتي ليك والكلمة معاك، اتفضل. نعم آية، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتي من محافظة قنا، واحدة من محافظات جنوب صعيد مصر وتحديدا من جامعة جنوب الوادي التي تستضيف هنا على أرض هذه الجامعة مركز إبداع الرقمي لتكنولوجيا المعلومات. هذا المركز واحد من ضمن أربع مراكز تم إنشاؤهم هنا على أرض محافظات صعيد مصر، واحد منهم هنا على أرض جامعة جنوب الوادي. هذا المركز يهدف إلى ريادة الأعمال ودعم وثقل مهارات الطلاب هنا في جامعة جنوب الوادي وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل وربطهم بسوق العمل أيضا فعلا بالفعل كما ذكرت. للمزيد من التفاصيل دعيني أي استقبل معك وعبر الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي. دكتور يوسف، بداية برحب بحضرتك، يعني بالفعل يعني جامعة جنوب الوادي هنا تستضيف في هذا على أرض جامعة جنوب الوادي واحد من أهم المراكز الرقمية هنا على أرض هذه الجامعة، تفاصيل أكثر حول هذا المركز وكيف سيخدم هذا المركز البحث العلمي هنا في محافظة قنا ومحافظات جنوب صعيد مصر يعني بوجه عام. اولا دعني اوجه التحية والتقدير لصاحب هذا الابداع وصاحب هذا الجهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منذ مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة واطلق مبادرة بناء الانسان المصري، بناء الانسان المصري في كافة المجالات، من حيث الاهتمام بالتعليم، من حيث الاهتمام بالصحة، من حيث الاهتمام بفرص التوظيف. من هنا هذه المبادرات بناء الانسان المصري كان لها اوجه للتفعيل، اوجه التفعيل وزارة الاتصالات بادرت بمشاركة الجامعات في إنشاء هذه المراكز المتميزة، مراكز مصر الرقمية، مراكز الإبداع التكنولوجي. هذه المراكز يمكن جامعة جنوب الوادي بادرت بتقديم أكثر من 3000 متر لإنشاء هذا المركز. هذا المركز تم إنشاؤه بجهد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات. هذا المركز عبارة عن مركز للتدريب على مسارات العمل المختلفة ونقل التكنولوجيا. هذا المركز معني بالتدريب ومعني بإتاحة فرص عمل من خلال الوظائف العابرة للقارات كما أقول عنها وكما أسميها. هذا المركز جهده بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي لخريجين الجنوب، وسوف أذكر أرقاما، يمكن عدد المستفيدين حتى الآن تجاوز 11000 مواطن ومواطنة، على اعتبار أن جزء من هؤلاء بالفعل متخرجين. جامعة جنوب الوادي لها النسبة الأعظم أبناء الجامعة الحاليين والمتخرجين من الجامعة. يمكن المركز ده فيه ثلاث مراكز داخله، مركز الاي تي اي ومركز الان تي اي ومركز اي تي دا. كل جهة من هذه الجهات معنية بنشاط معين داخل المركز. يمكن احنا كجامعة جنوب الوادي على وجه الخصوص استفدنا من ده على مستوى التعليم، على مستوى الكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي المنشأة داخل الجامعة. عندنا حاليا ثلاث كليات داخل الجامعة، كلية فرع الجامعة بالغردقة والكلية الأم في المقر في قنا هنا. هذه الكلية وجود هذا المركز مكننا من إنشاء قسم الاي تي اي بالتعاون مع خبراء هذا المركز. يمكن الان تي اي ساعد كوادر جامعة جنوب الوادي على اكتساب مهارات التعامل مع الالياف الضوئية، ودي حرفة من حرف المستقبل. ايضا طلابنا البعض منهم حاليا شغال فريلانسر، شغال على العمل الحر، وبعض منهم بالفعل يعني يمكن في الزيارة الاخيرة كان موجود الوزير وشفنا الارقام وشفنا طلابنا والعرض اللي قدموه والوظائف اللي تحصل عليها بالفعل، وهم موجودين داخل الإقليم داخل قنا. جامعة جنوب الوادي بالفعل استغلالا لوجود هذا المركز وقعنا اتفاقية مع المعهد القومي للاتصالات لإنشاء مركز للآر دي آي قائم على التعاون بين الجامعة وخبرائها والمتخصصين ووزارة الاتصالات. كل ده شكل من أشكال التعاون بين المركز والجامعة. خليني أقول يمكن وجود هذا المركز في جامعة جنوب الوادي أيضا بما له من إشعاع رقمي وما له من إشعاع تكنولوجي خلانا
خططنا ان احنا ننفذ الاولويات الاولويه الثانيه او الاسبقيه الثانيه من مشروع الاختبارات الالكترونيه برضه فكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميكنه الاختبارات في عموم الجامعات المصريه عبر اسبقيتين. كانت الاسبقيه الاولى بالفعل انتهت، حاليا احنا في دور الاسبقيه الثانيه والاولويه الثانيه بدعم الدوله تنفيذا لهذه المبادره ومجاورا لهذا المركز. بدانا انشاء مركز للاختبارات الالكترونيه، مبنى للاختبارات الالكترونيه. هذا المركز بتكلفة إنشائية فقط يتجاوز 387 مليون تكلفة الإنشاء فقط، وحرصنا على أن يكون قريبا من مركز مصر الرقمي حتى يقبس من فيض تكنولوجياته، وحتى تتاح له المعارف والوصلات والشبكات المتاحة والموجودة في هذا المركز. هذا المركز أو هذا المبنى المستهدف يسع 6000 طالب في الفترة الامتحانية الواحدة، فهو مبنى ضخم، نقلة حضارية في جامعة جنوب الوادي. ده كل ده جهد ودعم الدولة للطالب في جنوب مصر. هذا المبنى بإذن الله تعالى رغم أنه مستهدف كمبنى للاختبارات الإلكترونية لإجراء الاختبارات لمختلف الكليات في جامعة جنوب الوادي التي يصل تعداد طلابها إلى أكثر من 70,000 طالب في مرحلة الليسانس والبكالوريوس، و تصل إلى 10,000 طالب في مرحلة الدراسات العليا. هذا المبنى كمبنى اختبارات إلكترونية أيضا سوف يستخدم استخدام مزدوج الوظيفة للتدريس والتدريب، وأيضا بالإضافة لإجراء الاختبارات الإلكترونية فيه. وهذا هو نوع من أنواع تعظيم الاستفادة من الأماكن وتعظيم الاستفادة من الأموال والمخصصات التي تخصصها الدولة لجامعة جنوب الوادي تمكينا للمواطن جنوب الصعيد. شكرك استاذ دكتور يوسف الرباوري رئيس جامعه جنوب الوادي على كل هذه التفاصيل. اذا ايه كان هذا هو لقاؤنا مع الاستاذ الدكتور يوسف الرباوري رئيس جامعه جنوب الوادي من واحد من اهم مراكز مصر الرقميه على ارض جامعه جنوب الوادي هنا في محافظه قنا، وبالعوده اليك ايه مره اخرى. احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات، والشكر موصول لضيفك الكريم حدثنا من محافظه المنيا. إنشاء قاعدة قوية متنوعة من الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات، ده بقى الهدف الرئيسي اللي بتسعى ليه مصر مؤخرا، وده ظهر الحقيقة بشكل واضح من خلال الجامعات التكنولوجية اللي تم إنشائها في الفترة الأخيرة، بالإضافة لعملية التطوير المستمر اللي بيشهدها مستوى التعليم العالي الفترة دي. وحاليا بقينا نسمع ونشوف تخصصات مستحدثة كتيرة جدا في مختلف الكليات والجامعات ما سمعناش عنها قبل كده، زي مثلا تخصصات الذكاء الاصطناعي، الملاحة البحرية، علوم الفضاء وغيرها من العلوم. يمكن ده بس اللي حاضر في الذهن دلوقتي، لكن في علوم كتيرة مستحدثة يمكن حتى كمان البيوت المصرية مش قادرة تستوعبها بشكل كبير. هل ده هيكون ليها مجال شغل بعد كده؟ طيب يعني أنا ابني ممكن يكون مضمون في فكرة يعني ربطه بسوق العمل، أو بنتي في التخصص ده هيكون نافع ليها؟ كل الكلام ده احنا عايزين نعرفه وأهميته مع يعني الدكتور محمد خليل الخبير التربوي. دكتور محمد تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. وعليكم السلام يا فندم. لو احنا بنقول على استحداث التخصصات الجديدة اللي ممكن تكون مش متعودين عليها، بس هي دلوقتي بقت ضرورة حتمية في مواكبة ما يحدث في العالم من تطور تكنولوجي وتطور في مجال البحث العلمي، نقدر نقول أهمية الخطوة دي إيه في مصر؟ والله يا فندم دي قفزة في تاريخ مصر، إن إحنا عندنا دلوقتي السوق المحلي والدولي تشبع في بعض التخصصات. في بعض التخصصات في مصر إن هو بدأ الحالة إن هو السوق عندنا يعني بيحترمها بس مش محتاجها. فإحنا عشان كده هو الدولة إيمانا بيها إن فكرة العولمة إن إحنا نشوف السوق المحلي والعالمي عايز إيه؟ خاصة في ظل دلوقتي التعليم عن بعد، ممكن اشتغل عن بعد، ممكن اشتغل مع شركات عالمية، ليه لا ما أهلش الشباب لشركات ووظائف ممكن يشتغلوا في دول تانية وهم في بلدهم ويدخلوا كمان عملة صعبة لمصر. فجي منها الفكرة دي كلها، فكرة القناعة ان نشوف العالم كله محتاج ايه. فأصبح في تخصصات وجامعات تكنولوجية، جامعات الأهلية الجديدة هي تخصص زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي في ارتفيشال انتليجنس ذكاء اصطناعي، في دلوقتي حاجه اسمها الطاقه المتجدده او الرينيوبل انرجي، التخصص خاصه دلوقتي في ظل مؤتمر المناخ وكل العالم كله بيتكلم عن مشاكل وقضايا الاحتباس الحراري، لازم يبقى في اهتمام خاص جدا
بالعالم كله محتاج ايه؟ محتاج دلوقتي حاجه عن الاثيكال هاكينج اللي هو القرصنه الاخضر، العالم كله مبني على النت. فازاي احنا في الجامعات التكنولوجيه توفر تخصصات جديده؟ اما التخصصات القديمه مثلا اللي هي مطلوبه برضه زي الطب والهندسه والتجاره، الجامعات الجديده بدات تعمل حاجه اسمها هاندز اون اكسبيرينس اللي هي التجربه العمليه. يعني الطالب مش بياخد نظريات بس، ياخد نظريه انبوت يفهمها ويعمل اوتبوت تدريب. ودي طريقه جديده ومستحدثه، طبعا هي في الدول اللي هي المفروض متقدمه جدا تعليميا زي فنلندا وسويسرا وسنغافوره ده الاساس عندهم. والخطوه ديت هي بنقرب التعليم من سوق العمل، حضرتك معايا يا فندم؟ يعني بمعنى اصح ازاي الطالب وهو مطالع هو اوريدي اخذ تدريب. وفي نقطه ثانيه برضه حصلت، ان في بعض المحافظات في مصر فتح فيها تخصصات تخدم المنطقه، يعني مثلا كفر الشيخ السياحه في الغردقه، فاصبح في كليات للسياحه. بس انا بتكلم يا دكتور برضو اللي بيسمعنا، يعني دايما المهمه طبعا الدوله بيبقى ليها دور كبير جدا، بس فكره البيت برضو، يعني البيت وتاهيل الابن او الابنه بتخصصات جديده، ان ما يبقاش في كلاشيهات احنا اتربينا عليها. يعني طبعا الطب مهم جدا والهندسه مهمه جدا والاعلام مهم جدا، بس في تخصصات اخرى ليها مستقبل تاني وليها طموح اكبر واكبر، ومن خلالها ممكن برضو تحقق نفسك وتحقق طموحك. التاهيل ده برضو محتاج ايه من الوعي ان احنا نشتغل عليه؟ اول حاجه خالص الوعي من اولياء الامور، محتاج تدخل كذا جهه من الاعلام، حضراتكم زي ما احنا دلوقتي بنتكلم وبنقول اوكي، ولكن النقطه الاهم الجامعات الاهليه والتكنولوجيه لازم تعمل زي كده هو مذكره تفاهم مع الشركات الكبرى، ان ازاي يبقى في حاجات موثقه قدام ولي الامر ان انا اطمن على ابني او بنتي. بالظبط، انا عارف ان هم داخلين جوه، ولكن في شركات موجود ليها فروع في مصر او ليها شركات عن طريق الانترنت هيتدربوا وهياخدوا شهادات بالتدريب وخبره هتفيدهم بعد والشغل بعد كده. ما هو الشغل ده المهم. بص يا فندم، انا عارف ان التغيير هياخد فتره، والتغيير محتاج عقليه مختلفه شويه، ان هو انا كولي امر انا بدخل ولادي في تخصص ما سمعتش عنه قبل كده وانا ما اعرفوش كجيلي انا، ولكن انا اعرفه ان الاعلام بيسلط عليه الضوء، انا عارف ان الدوله بتدعمه، انا عارف ان القطاع الخاص بيدعمه، انا عارف ان في شركات دوليه موقعه اتفاقيات او شركات محليه فرص عمل. يعني برضو ده بيحصل في المدارس الفنية لو حضرتك عارف، طبعا بيبقى في ديل أو بيبقى في اتفاق إن بعد إنهاء الدراسة بيتم تأهيل الطالب أو الطالبة بعد التخرج لفرصة عمل مضمونة في أحد الشركات أو في إحدى الشركات، وهو ده اللي بيطمن أولياء الأمور. أنا بشكر اتفضل يا فندم. هو ده اللي بيخلي في الآخر ولي الأمر اللي هياخد القرار إن أنا مطمن إن ابني داخل تخصص جديد وهيشتغل. فربط سوق العمل بالنظرية بالتعليم، مش ان انا ابني افرح بشهادة وهيقعد جنبي في الاخر. صحيح، دي الحقيقة اللي احنا لازم نواجههم بيها، موضوع مش شهادة، العرض والطلب برضو ده مهم في سوق العمل. بالظبط كده يا فندم. دكتور محمد خليل الخبير التربوي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 536 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، خطف، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 231 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 772 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاش واثنان جرينوف و117 بندقية و88 بندقية آلية و44 مسدسا و520 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل 1659 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455,472 حكما قضائيا، من بينهم 1690 حكم جناية، 165,761 حكم حبس، و 222,546 حكم غرامة، و 65,475 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً، قاموا بارتكاب 58 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 91 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 139 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1573 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 708 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3655 ونصف كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 51.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 14 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,154 قرص مؤثر، و 53,660 قرص ترامادول مخدر، و 19,000 قرص كبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 78 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 34 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. فصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا. تحياتي لحضراتكم من جديد مع اقتراب موسم العام الدراسي الجديد، كل سنة وحضراتكم بألف خير. بتواصل وبتستمر معارض أهل المدارس العمل فيها في معظم محافظات مصر لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وتم مد الفعاليات الخاصة بالمعرض، وده اللي رصده لينا زميلنا حلمي ياسين في تقريره من دمياط. بعد مد فعاليته إقبال كبير من المواطنين يشهده معرض أهل مدارس بمحافظة دمياط، والذي يقدم تشكيلة متنوعة
من مستلزمات الدراسة المختلفة. هي أحلى حاجة إن هم مدوا المعرض شهر كمان، بحيث إن اللي ما قدرش يشتري يقدر يشتري، وهو أسعاره كويسة مناسبة جدا للناس المحدودي الدخل. أنا عندي طفلين في المدرسة، طفل في كي جي 2 وطفل في ثالثة ابتدائي، وأنا قدرت أشتري للاثنين، وربنا يوفق الجميع يا رب. حضرتك تقدر تدخل بالأسرة، يعني تلف لفة كاملة تخلص كل اللي محتاجه في يومك، وفي أمان، الأطفال لا يجروا بعيد ولا يروحوا في حتة، والأسعار على تخفيضات ملحوظ يعني عن الأسواق برة كلها. المعرض ما شاء الله في دمياط الجديدة هنا هو تمام، الحاجة كويسة جدا جدا، الخامات كويسة، الهدوم المدارس كلها بسم الله ما شاء الله حاجات خامة عالية جدا، وأسعارها دي أحسن حاجة، الأسعار ما في متناول كل الناس، كل الأسعار موجودة. أنا جبت حاجات للأولاد، حاجات مش موجودة في أي مكان يعني، أسعار فرع على كل مكان يعني أسعار كويسة الحمد لله يعني. في برضو لبس مدارس، في خروج، في بيتي، كل حاجة موجودة. أنا متابع المعارض من وهي في دمياط القديمة، فلما جاء دمياط الجديدة تقريبا المكان أوسع وأشيك وكل حاجة متاحة وكل حاجة رخيصة، والحمد لله جبنا حاجتنا النهاردة وكل سهولة. تخفيضات تنافسية يوفرها العارضون المشاركون في المعرض على السلع والمستلزمات محلية الصنع والمستوردة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. مبسوطين قوي بمد المعرض شهر، كويس للمستهلك وكويس لنا، وعندنا هنا خصومات حلوة جدا بأمانة، خصومات كويسة جدا. احنا قدرنا ان احنا نوفق كل ده، يعني الأسعار برة لو هي ب80 انت تلاقي عندي هنا ب50، لو هي ب100 هتلاقي عندي هنا ب80، كل حاجة هتلاقيها موجودة في المبادرة، من كوتشيات لبناطيل لسويت شيرتات لكل حاجة، كلها أسعار مخفضة. معرض بيساهم بنسبة تخفيضات بنسبة من 20% إلى 40%، وده حاجة كويسة جدا، وبندعي الناس النهاردة كلها وبندعي المواطنين في المدن اللي موجود فيها المعرض إن هي تنزل وتشوف بنفسها، وهي هتلاقي حاجات كويسة جدا وتخفيضات كويسة جدا. ويقدم معرض أهل المدارس منتجاته المخفضة الأسعار من خلال 6 أفرع في مدن دمياط ودمياط الجديدة وفرسكور، فضلا عن 3 معارض أخرى بمدن كفر سعد والزرقاء والروضة. من ضمن تقاريرنا النهاردة مشاهدينا واللي مرتبطة بالقطاع الطبي، التطوير اللي شهدته وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بالمستشفى الجامعي في سوهاج. هيا محتاجين نشوف تفاصيله أكتر مع زميلنا محمد رفعت. وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بالمستشفى الجامعي الجديد أحد الوحدات الهامة التي يضمها المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة. فتشغيل هذه الوحدة الجديدة يأتي كأحد حلقات التشغيل المرحلي للوحدات العلاجية والتشخيصية بالمستشفى الجامعي الجديد. هذه الوحدة مجهزة بعدد 32 جهاز غسيل كلوي، نستطيع ان احنا نشتغل 3 شفتات ونقدر نغسل 96 مريض يوميا. ايضا نستطيع ان نستقبل حالات الغسيل الطارئ في الشفت الليلي. بإضافة هذه الوحدة نضمن ان شاء الله ان مفيش في محافظة سوهاج قوائم انتظار لمرضى الغسيل الكلوي. ايضا احنا بننسق العمل هذه الوحدة ما بين الوحدة القائمة في المستشفى القديم واللي بتحتوي على 48 جهاز والوحدة الجديدة اللي فيها 32 جهاز. وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بالمستشفى الجامعي الجديد بسوهاج تضم 32 جهاز غسيل عالي الجودة، وتتميز بنظام طبي لمكافحة العدوى، وتتيح فرص الغسيل الطارئ من خلال 3 فترات عمل للأطقم الطبية، ما يلغي قوائم انتظار مرضى الغسيل. المكان هنا راقي وحلو وجميل جدا ونظيف، وتمريض كويس والدكاترة كويسة، ومية مية والحمد لله، يعني مرتاحين خالص هنا. والله فوق الممتاز، مية مية، وأحسن مكان وراحة مية مية. المكان ده أنظف مطرح بالصلاة على النبي، هذا فوق ما تتصور، مكان حلو ونظافة، هذا نظيفة مية مية، وسرير نظيفة وكل هذا نظيف. الله يبارك على اللي عمل فيه وساهم فيه، وصراحة للممرضين والدكاترة برضه 100%.
يعني للام هم الفضل ربنا الاول ثم لهم هم برضه. يعني كل حاجه تمام، مكان كمان جديد اخر فل واخر روقان. وياتي تشغيل وحده الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي الجديد ضمن خطه الدوله لتشغيل جميع وحدات واقسام المستشفى الجامعي الجديد كاضخم صرح طبي انشاته الدوله خلال السنوات القليله الماضيه بمحافظات الصعيد، ليسهم بشكل فعال في تقديم خدمه طبيه متميزه لابناء جنوب صعيد مصر. فصل قصير ونعود لحضرتكم من جديد، دائما ابقوا معنا. تحياتي لحضراتكم من جديد. طبعا اكيد عارفين وحضراتكم تابعين وبتقروا، وحتى هنا على شاشتنا على اكسترا نيوز بنتابع اخبار كبيره جدا وخاصه جدا وتطورات هائله جدا بخصوص الازمات اللي بتحصل في العالم وتاثيرها وتداعياتها السلبيه للاسف على معظم دول العالم. ومن ضمن التحديات دي سواء كانت ازمه الطاقه او كمان ازمه السلع الاستراتيجيه في كل بلد. طيب احنا في مصر ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان دولتنا الحمد لله بتحاول بشكل متتابع وخطوات يعني جادة جدا في توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية رغم الأزمات العالمية اللي بتحصل في العالم كله، وكل العالم متخوف منها. ومع تقدم الأيام الدنيا للأسف بتتطور بشكل سلبي مش إيجابي، لكن هنا في مصر الحمد لله ربنا يديمها نعمة، يعني في تأمين استراتيجي للسلع والمخزونات الاستراتيجية الأبجدية في حياة أي مواطن في حياته. محدش الحمد لله اشتكى من نقص حاجة، من نقص مثلا عيش، من نقص دقيق، من نقص قمح، من نقص أي سلعة موجودة، كله الحمد لله متوفر خاصة في السلع الغذائية. الحقيقة الموضوع ده مش بيحصل كده يعني بسهولة، طبعا فضل توفيق ربنا سبحانه وتعالى وتركيز القيادة السياسية والدولة بشكل كبير في أن المصري المواطن المصري لازم يشعر بأمان خاصة في الموضوع ده. توافر السلع الاستراتيجية وعن المجهودات اللي بتقوم بيها بلدنا خلونا نتكلم فيها مع الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد. يا دكتور عمرو تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. إزاي؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. زي يعني الأمن ليه أنواع كتيرة جدا حقيقة، بس الأمن الغذائي ده يعتبر من أهم العناصر والأنواع تحت المفهوم الشامل والأعم للأمن. إزاي مصر قدرت وإن شاء الله تقدر بعد كده في الأيام اللي جاية يعني إن هي تحقق الأمن الغذائي في بلدنا؟ يمكن الأمن الغذائي زي ما حضرتك أشارتي يمكن هو واحد من أهم أنواع الأمن وواحد من أهم الموضوعات الاقتصادية اللي ممكن تكون موجودة. وفي الحقيقة الدولة المصرية بتعتمد على تخطيط علمي ومدروس جدا للأمن. ويمكن احنا عشان نقدر نفهم الموضوع محتاجين نقسمه لشقين. الشق الأول هو الجزء الخاص بالأجل القصير في الوقت القصير اللي احنا موجودين فيه، قصير المدى أقل من سنة. ازاي الدولة المصرية استطاعت خلال جائحة كورونا، ازاي الدولة المصرية اللي حصل فيها توقف لسلاسل الإمداد في العالم ونقص شديد في المواد الغذائية في بعض الدول، ازاي ان ثم المجهود والتخطيط الجيد ده ما حصلش، ازاي كمان مع ارتفاع الأسعار العالمية الكبيرة للغذاء نتيجة للحرب الأوكرانية الروسية لم تتأثر على الإطلاق توافر السلع الاستراتيجية في مصر والأمن الغذائي. ويمكن على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا وفي القمح مثلا وصلنا لثلاث أضعاف، لم يتم تحميل المواطن بده من ناحية، ومن ناحية ثانية فكرة أن الدولة لم تكسل تعمل ده على المستوى الاستراتيجي وتنفق من الاحتياطي ملايين الدولارات من أجل تأمين هذا ولأطول فترة ممكنة. يمكن على الأجل الطويل بقى
الموضوع مختلف بشكل كبير. بنشوف عندنا مشروع المليون ونص فدان، بنتكلم على أبحاث بتتم في المجال الزراعي عشان خاطر يبقى عندنا سلالات جيدة من المحاصيل المختلفة. بنشوف اهتمام القيادة السياسية والتركيز في مشروع الطوب وغيره. بنتكلم على أيضا ما يحدث في تطوير في شبكة الري المصرية وتخطيط استراتيجي لهذا في استصلاح أراضي جديدة. كل ده بيتكلم على الأمن الغذائي بمعناه المستدام، بمعناه طويل الأجل، اللي بيفكر مش بس في الفترة القصيرة إنما كمان على مستوى فترات أطول. وبالتالي يمكن اللي ما يقدرش يحقق الأمن الغذائي من الصعب جدا 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 إنه يحقق أي استقرار اقتصادي أو يحصل أي تنمية اقتصادية حقيقية. بدون أمن غذائي ما نقدرش نتكلم على مجتمع مستقر. طب هو في جدوى اقتصادية نقدر نقول منها للغذاء الآمن أو للأمن الغذائي بالمعنى الأدق؟ يعني خلينا نقول أعلى معدلات الجدوى الاقتصادية لاستثمار في مشاريع هتكون هي مشاريع الأمن الغذائي. الأمن الغذائي لدولة زي مصر رقم واحد هو بالنسبة لنا مسألة استقرار مجتمعي وسياسي. صحيح، هام جدا 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 على الرغم من استمرار تحدي الزيادة السكانية برضو، ده شيء برضو بالضبط بالضبط بالضبط. يمكن أشكر حضرتك على الإيضاح دي. كنا النقطة الثانية اللي هنقولها إن إحنا بنزيد بحجم دول الموجودة في العالم سنويا بسبب الزيادة السكانية، ورغم ذلك تحدي توفير مزيد من الكميات من السلع الغذائية هو تحدي كبير جدا. أيضا إحنا بنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي جدوى الأمن الغذائي. ده مستحيل هيجينا استثمار أجنبي مباشر وإحنا عندنا نقص في السلع الغذائية، مستحيل هيبقى عندي استدامة في الفرص الخاصة مش بس بجذب الاستثمارات إنما بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية المحلية من غير ما يكون في أمن غذائي. قضية تانية مهمة جدا إن للطبقات من أهالينا الأكثر احتياجا والأقل دخلا في المجتمع، موضوع توافر السلع الغذائية وتوفيرها بسلع ملائمة هو موضوع مهم جدا 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 لهذه الفئات، وهي الفئات الأولى بالرعاية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وبالتالي يمكن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الأمن الغذائي وليس مجرد إنفاق ولكنه هو استثمار في الاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي لهذه الدولة من خلال الأمن الغذائي هو أمر في غاية الأهمية. ولذلك احنا شفنا توسعات في الثروة السمكية في مصر، في الثروة الحيوانية، أيضا في مساحات الأرض المنزرعة، في إنتاجية الفدان. كل ده لأن إيمان القيادة السياسية بأهمية وجدوى الأمن الغذائي تم ترجمتها إلى مشروعات على أرض الواقع ونتائج ملموسة. احنا شفنا إزاي في عز الكورونا المحاصيل المصرية كانت بتغزو الأسواق العالمية وفيها زيادة في قيمة الصادرات. دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، ونذهب الآن إلى زميلتي دارين مصطفى ونشرة السادسة. دارين تحياتي لك وإليك الكلمة، تفضلي. شكرا آية، أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة أخبار السادسة مساء، وإليكم أبرز عناوينها. دارين أنا بشكرك شكرا جزيلا وتحياتي مشاهدينا من جديد. بيستعد صندوق التطوير الحضاري لطرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات اللي بتلبي معظم الاحتياجات والقطاعات المختلفة لأي مواطن مصري. ده جانب من توجه مصر نحو تحسين جودة المعيشة وكمان الشكل الحضاري للمدن والمحافظات والحفاظ على الهوية المصرية كمان. عشان كده المشروع بيشمل 500 ألف وحدة سكنية في 27 محافظة مقسمة على مراحل. المرحلة الأولى بتضم 6 محافظات هيتم الطرح في المحافظات الأخرى طبعا تباعا.
عايزين نتكلم على أهمية الخطوة دي في بلدنا مع دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني معنا دلوقتي على التليفون. يا دكتور تحياتي لحضرتك وأهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا. فكرة تطوير عواصم المحافظات المصرية، الهدف من الخطوة دي إيه؟ أولا هي ليها مجموعة أهداف زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي إن هو التطوير الحضاري لكي تظهر هذه المدن بالشكل المناسب ليها وبالشكل المعبر عن حضارتنا وأصولنا وكمان تحقيق لجودة الحياة. لكن في الحقيقة في برضو حاجة مهمة جدا، إن موضوع التنمية الحضرية لابد أن تعمل بعض التوازن ما بين العواصم الكبرى والمدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية وعواصم المحافظات أو بقية المحافظات 27. فبالتالي في عشان التوازن في هذه التنمية فبيتم أولا عمل تطوير لعواصم المحافظات، وكان قبلها حضرتك لو يعني شفت الموضوع أنه هو كان بيتم عمل تنمية شاملة لكرة الريف اللي كانت موجودة عندنا بحياة كريمة وما شابه. فبالتالي لابد أن العواصم اللي هي بتدير الأمور في هذه القرى والمدن التابعة لها بالمراكز لابد أنها يتم تطويرها بالشكل المناسب على أساس أنها تبقى في صورة ترفع من جودة الحياة للسكان، سواء إذا كانوا الموجودين في مدينة العاصمة أو القرى والتوابع اللي هي موجودة فيهم. فطبعا مهم جدا موضوع التطوير لتحسين جودة الحياة، لكن كمان لازم تكون التنمية متوازنة على مستوى الدولة، وهنبدأ بست محافظات وبعد كده طبعا هيتم التطوير يبقى شامل كافة المحافظات بتاعة الدولة المصرية. لو احنا بنتكلم على الحفاظ على الهوية المصرية، يعني مثلا لو احنا بنتكلم عن تطوير القاهرة التاريخية، وحضرتك أكيد عارف يعني أهم النقاط اللي بتشمل هذا التطوير قد إيه مهمة جدا في الانعكاس الحضاري والهوية التاريخية المصرية، ده برضو أهميته إيه؟ أولا العاصمة الإدارية الجديدة دي دلوقتي بدأت أنها تاخد يمكن دور وظيفي قوي جدا من القاهرة الأصلية واللي يمكن الاستغناء عنها، وهو الدور الإداري ودور السيطرة على مفاصل الدولة، وكمان جايز بعض البيزنس اللي هو هيتم موجود التعاملات اللي ما بيننا وبين الخارج هيتم عن طريقها. لكن لا ننسى أبدا أن لابد من عمل القاهرة بحيث أنها تظهر بشكلها الحضاري ويبقى فيها مجموعة من الخدمات الثقافية اللي تعبر تماما عن قوة المعمار اللي كان موجود عندنا سواء في السابق، زي مثلا تطوير القاهرة التاريخية بما يشملها من الفسطاط والقاهرة القديمة من أول سور القاهرة الشمالي لحد ما نوصل لسور الفسطاط من الجنوب، وطبعا سور صلاح الدين وكل النماذج اللي موجودة في القاهرة التاريخية وما حولها من مدن أخرى تانية كانت صغيرة زي مثلا خديوية والإسماعيلية وجاردن سيتي وحتى الزمالك، كل ده يتم تجميله بشكل مناسب على أساس أنها تحافظ على أن تبقى القاهرة هي العاصمة التراثية والعاصمة الحضارية والعاصمة الثقافية لمصر، والتي لا يمكن أبدا أن هي تفقد هذا الدور. فعشان طيب. كده بيتم عمل تطوير كامل لكافة الهوية العمرانية للقاهرة. طيب ده بالنسبة للهوية العمرانية للمناطق التاريخية في مصر. لو احنا بنتكلم عن مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، إيه الميزة المختلفة سواء كان في المعمار سواء كان في الشكل سواء كان حتى في الخدمة اللي بتقدمها للمواطنين؟ يعني أهمية الخطوة دي برضو أن هي تكون في بلدنا، رجع الصدى منها هيكون ايه؟ الانسان المصري عندنا بيتطور الطبيعي بتاعه، انت دلوقتي النهارده مثلا حتى في استخدامه للتكنولوجيا اللي بتبقى موجوده، هو بدات حتى يكون من اول الاطفال اللي من سن يمكن 3 سنين ويمكن اقل شويه لحد ما بنوصل لكبار السن، وحتى الاميين منهم بدا ان هو يستخدم هذه التكنولوجيا بشكل كبير. فبالتالي لابد من ان هذه المدن الذكيه تبدا تتفاعل مع الامكانيات البشريه اللي هي بدات تكون موجوده، وبالتالي انها تحاول تساعده ان يتم التعامل من خلال الموبايل ومن خلال المحمول او اللابتوب او اي نوع من الاجهزه اللي ممكن الاتصال بيها عبر العالم كله، ان هو يحقق كل طلباته. طبعا ده يمكن هيبقى ليه اهميه كبرى في ان هو هيوفر شويه من المجهود بتاع الانسان، وهيحاول ان هو حركته هتقل، فبالتالي ممكن يفيد في موضوع التقليل من التلوث العمراني، وكمان هيبقى في نوع من الحفاظ على ان احنا نكون مش مستهلكين زي ما كنا في الاول.
انت عارفه حضرتك ان المدن اهم مشاكلها انها مدن مستهلكه، بالتالي هي بتطلع مخلفات كتير جدا وبتطلع تلوث بيئي كتير نتيجه لعوادم السيارات ونتيجه للحركه اللي موجوده. فلما يبدا يعني نشتغل في مدن ذكيه ويبدا الانسان يتعامل بشكل ذكي مع دفع الفواتير ومع ان هو يجيب حاجاته من من من, من, من اقرب مكان او حتى من ابعد مكان، فكل الكلام ده هيقلل شويه من موضوع التلوث اللي موجود، وبالتالي المدن الذكيه دي تقدر تحقق الاهداف اللي موجوده. ده بالاضافه الى ان هو كل ما كانت المدينه ذكيه كل ما كان بيزيد معدل الرفاهيه بالنسبه للانسان وجوده الحياه بالنسبه للانسان، لان هو اوريدي بيحس ان في مجهود كتير جدا كان المفروض ان هو بيبذله وكان ممكن يتم مثلا يروح مشوار ويرجع من غير ما يعمله، لكن النهارده بقدر ان انا اعمله على يعني اي منصه معينه سواء تابعة للحكومه او حتى قطاع خاص، فبيبدا ان هو يحقق خدماته ويدفع فواتيره وكل التفاصيل اللي بتبقى موجوده دي. فطبعا المدن الذكيه هي في الحقيقه لازم انها كان يتم تطبيقها في مصر، خاصه ان احنا داخلين على مشكله كبيره جدا لو لم يتم التعامل معها احنا فعلا العالم كله هيكون في مشكله، اللي هو موضوع التلوث البيئي وارتفاع درجات الحراره والجرين هاوس افكتس. ده طبعا كل الكلام ده المدن الذكيه المفروض انها بتحقق حاجات ايجابيه فيه. طب دكتور سعيد، لو احنا بنتكلم برضو في نقطة مهمة جدا، ان ربط المدينة الجديدة بالمدينة الأم، يعني على سبيل المثال للحصر لو احنا بنتكلم في أسيوط، في أسيوط الجديدة، بس في نفس الوقت الفرق ما بينها وما بين المحافظة الأم احنا بنتكلم في تلت ساعة مثلا، لو احنا بنتكلم في الواقع الميداني، يعني ده برضو مهم ازاي في ان انا ما افصلش المدينة الأم الأساسية عن المدينة الجديدة اللي مصر بتتوسع فيها نتيجة طبعا الزيادة السكانية، نتيجة نقل المستويات الاجتماعية، ان تكون موائمة لكل الظروف اللي الدولة بتأمن فيها المواطن المصري. هو طبعا في الحقيقة ان في حاجة اسمها توأمة للمدن القائمة، يعني انت حضرتك يمكن ذكرت أسيوط على اساس انها مدينة عاصمة، لكن طبعا في مثلا بني مزار، يعني دي كانت في احد المذاكر المراكز وبيتعمل لها برضه مدينه جديده، نجع حمادي، كل ده بيتم التعامل معاه بحيث ان هو بيتعمل توأمه للمدن القائمه يبقى في مدينه جديده. ايه اهدافها هذه المدينه الجديده؟ اولا غير انشاء بعض التجمعات السكنيه جواها من ضمن ال 500,000 وحده سكنيه، وده طبعا احنا بنتكلم على يمكن جزء فقط من الخطه اللي ممكن تكون موجوده لما بعد، يعني ال 500,000 دول هيتعملوا في خلال سنه مثلا. كويس؟ فبالتالي بيتم توزيع الوحدات السكنيه اللي تبقى موجوده كانشاء جديد. ثانيا بيتم تطوير المدن القائمه والاسكان اللي موجود فيها اما عن طريق حياه كريمه او عن طريق تطوير العشوائيات او عن طريق ازاله المناطق الخطره، وبالتالي نقل السكان من المكان اللي هو القديم اللي هو غير صالح للسكن عن طريق استبدال السكن او السكن البديل في بعض المناطق القريبه منه زي مثلا اسيوط الجديده واسيوط. طبعا ده بيدي له الفرصه ان هو لو حب بعد تطوير المنطقه القديمه اللي هي تم ازالتها وتم عمل نماذج جديده فيها ممكن يسمح له في هذا الموضوع لو كان عنده رغبه في هذا، او ان هو يقول لك لا انا حاسس ان المدينه دي اجمل وان هي دي العمران بتاعك دي فبالتالي اقيم فيها. طبعا الاتصاليه ما بين الاثنين وبعض طبعا ده بيزيد عن طريق اما طرق جديده، عن طريق طرق او الربط بوسائل الاتصال. يعني النهارده زي ما قلت لحضرتك ان هو دلوقتي احنا بنحاول المدن الجديده تكون مدن ذكيه، لكن في نفس الوقت لابد من تطوير المدن القائمه لتستوعب مفاهيم المدن الذكيه بقى. فبالتالي الاتصاليه لازم تكون موجوده. هو في معايير عالميه يعني احنا مصر بتمشي عليها عشان تكون مواكبه للتطور العالمي اللي بيحصل؟ هو طبعا في معايير ومفاهيم عالميه بيتم تطبيقها. خلينا نقول ان هو الفيصل في ما هو الهالك اللي بيتم عن طريق او اللي هو المخلفات اللي بتتم فيه بيئتها. النهارده لو انا بقدر اخلي المواطن بتاع المدينه ده يا دوبك اللي موجود بيستهلكه هو هو اللي المفروض ممكن نقدر ناخده ونحاول نطلع منه طاقه ونحاول نقلل فيه التلوث اللي موجود قدر المستطاع، زي مثلا موضوع التدوير، زي موضوع ان احنا المخلفات يتم الاستفاده باقصى ما يمكن فيها عشان تكون اقل ما يمكن، وبالتالي ما يحصلش مثلا اللي كان بيحصل من سنوات ولسه ما زال يمكن لسه بعض اثره في موضوع تجميع المخلفات. فبالتالي كل الكلام ده المفاهيم الاساسيه هو تقليل التاثير السلبي للمدن اللي بتتم. فبالتالي مفاهيم المدن المستدامه، مفاهيم المدن الخضراء، مفاهيم المدن الذكيه، كل ده بيدعو الى الحفاظ على البيئه ومحاوله تقليل التاثير السلبي عليها.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام في متابعة حلقة النهاردة من إكسترا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.